أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 9 من مساء يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 1021 حالة. وأضافت الوزارة على البوابة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 76 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 70 حالة. في بلاغ لوزارة العدل اليوم الأحد، 5654 سجينا سيستفيدون من العفو الملكي. وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم. وتنفيذا للتعليمات الملكية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم. دهم فيروس كورونا باولو دي بالا نجم يوفنتوس الإيطالي وصديقته قبل أن يعلن الثنائي تعافيهما ثم يعود إليهما المرض مرة أخرى. وأعلنت صديقة دي بالا أوريانا ساباتيني أن عينة فحص كورونا لهما ظهرت إيجابية، وذلك بعد أيام قليلة من التعافي من نفس المرض في ظاهرة لا تحدث كثيرا. وسيضطر دي بالا وصديقته لدخول العزل الصحي للعلاج مجددا حتى التأكد من شفائهما تماماً.